لف يمين، ارجع إلى الوراء، أمامك طوفة، الآن سيد، حاسب. اليوم في هذه الفقرة راح نتعرف على مجموعة من الأطفال البحرينيين اللي اخترعوا رجل آلي. اختراع شبابي، الاختراع اللي راح نتعرف عليه اليوم في فقرة دليتس. في فقرة هيستوري وقراج كل شيء قديم، في كل حلقة بنتكلم عن جهاز معين. تابعونا كل سبت الساعة 9:30 في برنامج الإيشو.